على كل، خلونا ننتقل لقرعه التصنيفات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. فالقرعه اسفرت عن ايه بقى؟ عن او هي القرعه بتاعت التصفيات، صح؟ مش انا قلت كده مظبوط ولا انا بلخبط ولا ايه يا اولاد؟ تكون خدتني الجلاله كده على الاستاذ يوسف وهبي، قال له معلش يا ابني اصل انا خدتني الجلاله شويه. القرعه بقى اسفرت عن ايه يا مولانا؟ اسفرت عن مواجهه ناريه ما بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال. من المقرر انها انه تقام مباريات الدور الفاصل بنظام الذهاب والاياب خلال الفتره من 24 يعني يوم الاثنين ولحد يوم 29 لا 24 مارس انا اسف لحد 29 مارس اللي جاي باذن الله، على انه يتاهل الفائز مباشره الى كاس العالم 2022 ان شاء الله في قطر. هيلعب منتخب مصر مباراه الذهاب هنا في بلدنا على ارضنا قبل ما تقام مباراه الاياب الحاسمه بطبيعه الحال في السنغال. احنا معانا على التليفون الناقد الرياضي المعروف استاذ محمد البرمي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازيك يا استاذ؟ كل الساده المشاهدين كله تمام؟ كله زي الفل. طمني على المواجهات الساخنه. والله هي مواجهه ساخنه بس في نفس الوقت انا يعني احنا عندنا خمس منتخبات تصنيف اول، السنغال، نيجيريا، الجزائر، المغرب، تونس، فاي فريق كنا هنلعبه كانت هتكون مواجهه ساخنه جدا يعني، فمش عارف ما فيش فريق اقل من الثاني او اضعف من الثاني. كمان التصفيات او المباريات الفاصله هم مباراتين اثنين ما بتعتمدش على مستوى الفريق قوي او ضعيف، مستوى الفريق جيد او وحش، ان في النهايه انت حضرتك عارف ممكن فريق يقفل في ملعبه ويتعادل خارج ملعبه وفي ملعبه يخطف جول ويصعد ويصعد، فريق ممكن يعمل مشوار طويل جدا مستوى جيد جدا. مثلا منتخب مصر مع برادلي كان افضل فريق في كل التصفيات ولعبنا غانا خسرنا 6 يعني ما بتعتمدش ابدا على قوه المنتخب او مستوى المنتخب. لكن في نفس الوقت عشان نكون واقعيين، منتخب السنغال منتخب قوي جدا من اقوى المنتخبات الافريقيه حاليا خاصة كأسماء لاعبين، لكن أنا شايف إن إحنا عندنا فرص كويسة جدا جدا، مش شايف إن في أزمة، شايف في تخوف شوية لدى البعض، يمكن ده شوية الأداء اللي ظهرت بيه منتخب مصر الفترة الأخيرة إدى التخوف ده للناس أو خلى في نوع من السخرية، لكن مصر منتخب قوي وعنده فرص كبيرة جدا للصعود. طيب يجي هنا برضو سؤال، يعني أنا أقدر أقول إنه الكورة في النهاية ما هياش مجرد توقعات فلكية، هي أقرب جدا إلى علم، إن أنا عارف الفريق بتاعي عامل إزاي، المدير الفني بتاعي عامل إزاي، طريقة تعامله مع مراكز اللعيبة تنبئ بإيه إلى آخره، يعني هي بشكل أو بآخر هي تحليل علمي. مظبوط. المعطيات دي بتقول إيه؟ يعني كيروش كتير جدا الناس تنتقده لانه بيحرك اللعيبه في مراكز لم يعتادوا عليها، على سبيل المثال نيجي نقول والله في ليه كان مباريات كويسه جدا وفي مباريات تانية ما حلفوش فيها الحظ وهكذا، انت بتشوف ده ازاي؟ يعني انا هكون واقعي معاك يا استاذ يوسف، احنا يعني انا مثلا منتخب السنغال هو منتخب كاسماء على الورق هي منتخب قوي جدا، اسماء كبيره جدا في كل المراكز، عنده لعيبه بتلعب في افضل الانديه في العالم، لكن على ارضيه الملعب يعني هو في امم افريقيا الحاليه مثلا صعد بجول واحد، صعد للدور 16 بهدف وحيد بيظهر بشكل سيء جدا، لكن لو جينا نبص له حتى في فترات قوته هو منتخب فردي جدا، ما بيلعبش كره جماعيه، ما بيلعبش كره على الارض، ما بيعتمدش على الاستحواذ، اغلب الاهداف او اغلب الظهور الجيد بتاعه بيكون على مستوى فردي، فالجزء الفردي بتاع اللاعبين ده نقطة سلبية عنده إيجابية لمنتخب مصر. فين المشكلة بالنسبة لي؟ المشكلة بالنسبة لي هي منتخب مصر نفسه، الأداء المجموعة الحالية أنا بشوفها إنها مجموعة جيدة جدا، حتى السي في لكارلوس كروش هي سي في قوي جدا، لكن في مشكلة عند المدير الفني إن هو مش قادر يقرأ اللاعبين حتى الآن، مش قادر يصل إلى التشكيل المناسب حتى الآن ولا حتى طريقة اللعب، وخد وقت طويل جدا، يمكن كنا بنقول له بيجرب في البطوله العربيه وما الى ذلك، لكن هو اخذ وقت طويل جدا عشان ده، ولحد النهارده مثلا بنشوف تغييرات في مراكز كتير جدا، فاحنا كمان فانا الخوف بالنسبه لي مش من منتخب السنغال اطلاقا، لان انا شايف احنا كعبنا عالي على منتخب السنغال، عندنا فرص جيده جدا للصعود، عندنا نتائج جيده جدا قدامه، والتاريخ
في صفنا، لكن انا تخوفي انا هو من مستوى منتخب مصر او الشكل اللي بيظهر بيه. انت خايف من مستوى اللعيبه ولا خايف من طريقه تعامل كيروش مع المراكز بتاعه اللعيبه؟ خايف من طريقه تعامل كيروش مع اللاعبين ومع طريقه لعب منتخب مصر. احنا طول عمرنا الجزء اللي بيميزنا ان احنا فريق جماعي جيد جدا على المستوى الجماعي، ما بيعتمدش على الجزء الفردي، وفي نفس الوقت عنده العناصر بتاعته بتلعب بحماس وبتلعب بروح قويه، ده بيعوض النقص الفني لدى اللاعبين او اذا كان هناك نقص فني. للامانه حتى الان لا شفت جماعيه في اداء منتخب مصر ولا بشوف في الروح المتعود عليها من منتخب مصر. يمكن هنا المشكله بالنسبه لي اكتر من مدى قوه منتخب السنغال، فاتمنى ان يكون التركيز اكتر على الجزئيه دي، لان احنا خلاص هو راجل احنا مكملين بطوله افريقيا، عندنا فرص جيده هنلاعب الكوت ديفوار، لكن كلنا مهتمين اكتر بكاس العالم، بصول لكاس العالم. اتمنى عندنا 3 شهور تقريبا، اتمنى قبل ما نوصل للفتره دي يكون هو كمان قدر يوصل للشكل المناسب لمنتخب مصر، قدر يوصل للجماعيه اللي احنا محتاجينها، كمان لاعيب مصر محتاجين يخلق لهم دوافع كبيره. انا حقيقه ما بشوفش الدوافع دي موجوده في ارضيه الملعب خلال الفتره الاخيره، مش شايف الدوافع دي موجوده، شايف الحماس لدى اللاعبين سواء حتى لما كنا في المجموعات او حاليا في بطوله افريقيا، لكن حسابيا ونظريا وكل شيء ما فيش حد احسن من الثاني، واحنا الاثنين عندنا فرص وفرص متساويه بعيدا عن الاسماء وبعيدا عن حتى الاداء والمستوى الموجود في الملعب. صحيح. انا بشكرك جدا 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 استاذ محمد البرومي الناقد الرياضي المعروف، في توقعات او في تحليل او قل في تحذير حتى للمباريات اللي هنلعبها مع السنغال سواء كانت اللي على ارضنا او على الارض السنغاليه. ربنا يسترها، ونتمنى انه تكون المواجهه حلوه وتبقى الماتشات حلوه، نلعب زي ما كل الجماهير نفسها انها تشوف اداء المنتخب المصري. وشد حيلك معانا خواجه، مش كده؟ نابا الله يخليك، توكلنا على الله.